التصدير، تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، هل في أسواق جديدة تم فتحها في التعامل في ظل هذه الأزمة؟ احنا من الحاجة الكويسة ان احنا يمكن برضو حاجة من خلال سيادتك، احنا بنصدر 350 منتج زراعي. احنا الاسواق بتاعتنا عندنا 150 سوق في العالم. ايوه، احنا ما فيش دولة عندها حظر على الصادرات المصرية، لان الصادرات المصرية بالاضافة الزراعية على وجه التحديد، وانا اتحدث عن الزراعية، احنا عندنا منظومة رقابة على الصحة النباتية والصحة الحيوانية على مستوى عالي جدا. نعم. وزارة الزراعة تمتلك من المعامل المرجعية على مستوى الشرق الأوسط. عندنا منظومة الهيئات الرقابية زي هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي عندنا، والمنظومات اللي عملناها بترفع من جودة الصادرات المصرية وأسلوب الرقابة عليها. وبالتالي احنا يمكن في كثير من السلع، احنا السنة اللي فاتت صدرنا 5.6 مليون طن منتجات زراعية بما يعادل ما يزيد عن 3 مليار دولار، بخلاف مبلغ يعادل ذات المبلغ من الانتاج الزراعي اللي دخل في التصنيع الزراعي وتم تصديره ايضا. نعم. احنا فتحنا اكبر الاسواق، يعني زي ما قلنا سابقا مرة واثنين وثلاثة، احنا بنصدر لليابان القمح ولأول مرة البرتقال. أيوة. ولأول مرة بنصدر لليابان البرتقال ونفتح السوق الياباني لأول مرة في التاريخ، بنصدر للصين الرمان، بنفتح الأسواق أمريكا، الاتحاد الأوروبي نسبة صادراتنا له في مثل هذه الظروف حوالي 23%، الدول العربية بنصدر لها بنسب كبيرة تصل إلى 40%. إحنا عندنا كل الأسواق مفتوحة، وزملائنا يمكن في ظل ظروف جائحة كورونا والقيود على حركة التجارة العالمية، إحنا فتحنا أسواق جديدة وصادراتنا بتزيد. نعم. وطبعا احنا ما بنصدرش الا الفائض عن احتياجات الشعب المصري. ايوه، يعني برضو عشان يبقى برضو استاذ المستمعين ان احنا مش بنصدر كده عشوائي، ده التصدير ده كمان زياده عن احتياجاتنا، وفي نفس الوقت عشان برضو نحافظ على توازن الاسعار مع اخواننا الفلاحين والمزارعين. استراتيجيه الوزاره هنا يا سياده الوزير، التوسع في الاسواق ولا زياده كميات اللي بيتم تصدير؟ الاثنين. احنا دائما ما هو شيء طبيعي الكميات هتزيد نتيجه حاجتين، نتيجه مشروعات التوسع الافقي اللي حضرتك بتشوفيها وسياده الرئيس مهتم بها، وده المخرج الكبير لدعم سله الغذاء في مصر الشعب المصري العظيم. الحاجه الثانيه الاستمرار في استنباط اصناف جديده بترفع مستوى الانتاجيه. تمام. وبالتالي احنا الهدف الرئيسي ان احنا نعمق ونأمن منظومة الامن الغذائي للشعب. مهم. وده الهدف الرئيسي اللي سيادة الرئيس والحكومة بتركز على هذا الامر دائما. يمكن شفت فخامة السيد الرئيس بيتابع منظومة الزراعة بشكل يكاد يومي. صحيح. الحاجة التانية ان لابد ان اذا كان هناك فائض عن احتياجاتنا